أديس أبابا ينضم إلينا مراسلنا جابر منصور. جابر، لماذا رفضت إثيوبيا الوساطة اليوغندية وآخر المستجدات أيضا الميدانية في الصراع مع الإقليم؟ ميشيل، بالطبع يعني إثيوبيا منذ بداية الحرب قالت أنها قادرة على استعادة السيادة، وهذا شأن داخلي، وليس من المنطق كذلك أن يخرج إقليم التيغراي الذي كان يحكم البلاد ربما لأكثر من عقود ليقول أنه الآن يعاني من التهميش، وفي المقابل يهاجم قيادة القوات الشمالية التابعة للحكومة الفيدرالية ويجري انتخابات خارج النطاق المحدد للحكومة الفيدرالية. هذه ربما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك. إثيوبيا يعني ترفض مثل هذه ربما الوساطة اليوغندية التي قالت وسائل الإعلام وعدد من المنافذ الإخبارية أن الحكومة اليوغندية تنوي إجراء وساطة لنزع فتيل الحرب في إثيوبيا. لم يكن الأول، من قبل كانت صدرت ربما مثل هذه التصريحات وساطة سودانية ووساطة كينية. في المقابل تنفي إثيوبيا هذه الوساطة في وقت أشارت فيه الوسائط التي قالت أن هناك علاقة وصول يعني وفد من الحكومة الإثيوبية ووفد من حكومة التيغراي إلى العاصمة اليوغندية. هذا النفي أيضا يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة هنا في الحرب مع إقليم التيغراي، في وقت أيضا دعت فيه الكتيبة الخاصة بمنطقة أبيي الموجودة الآن في ما بين السودان وجنوب السودان، قالت أن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأثيوبية تجاه إقليم تيغراي مقبولة جدا لأنها تعدت على الجيش، وأنه لا بد من حسم الأمر بالطريق القانونية وإعادة سيادة الدولة إلى ما تريده أثيوبيا كحكومة فيدرالية. شكرا لك جابر منصور، مراسلنا من أديس أبابا.